معايا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن عبد اللطيف الغنام نجم الهلال السعودي الأسبق. يا كابتن عبد اللطيف مشرف ومنور. الله يسلمك ومتشرفين فيكم، نمسي عليك ونمسي على المشاهدين الكرام ونبارك للكرة السعودية والكرة العربية والكرة الآسيوية وكذلك الأفريقية بالمستويات اللي قدمها نجومنا في نادي الهلال السعودي وكذلك الأشقاء في الأهلي المصري. عظيم جدا. النهاردة الهلال عمل مباراة معقولة جدا محترمة أمام الريال، وكنت لسه بقول يا جماعة لما نيجي نلعب مع ريال مدريد سواء الهلال أو النادي الأهلي هو في منطق، احنا نحلم ونتمنى ويبقى عندنا طموح وحماس، ولكن الريال لما بيخش أي مباراة في العالم مع أقوى فرق العالم بيبقى له الأفضلية أو التوقعات. حتى شايف الريال عمل أو شايف الهلال النهاردة عمل مباراة محترمة أمام الريال؟ صحيح، لما نتكلم على ريال مدريد تتكلم على متسيد أوروبا في الكرة، يعني لما تتكلم على الأداء الجميل اللي قدم اليوم أفراد نادي الهلال السعودي مستوى مميز، أظهروا صورة مفرحة ومبشرة، ونأمل إن شاء الله أن هذه تكون انطلاقة للكثير من الأندية السعودية إن شاء الله لتقديم المستويات المشرفة في الإطار الدولي. شايف الريال الهلال كان ممكن يعمل أفضل من كده النهاردة؟ الهلال كان عنده يعمل أفضل من كده، ولا شايف إن الهلال عمل أقصى حاجة النهاردة في هذه المواجهة؟ أعتقد إن الهلال دخل البطولة وهو ناقص تقريبا ثلاث عناصر أساسية في المنتخب السعودي وكذلك في الهلال السعودي، على رأسهم قائد النادي الهلال الكابتن سلمان الفرج وقائد المنتخب السعودي. لما تفقد ركيزة أساسية وكذلك طبعا الباك الشمال ياسر الشهراني وكذلك اللاعب الكبير محمد البريه، ثلاث عناصر مهمة ومؤثرة. صحيح. إضافة على ذلك الهلال في الموسم هذا ممنوع من التسجيل في الفترة الصيفية وكذلك في الفترة الشتوية. كل هالأمور ومر في تعثرات في بداية الموسم في الدوري، كل هالظروف ما كانت الجماهير الهلالية أو السعودية تتوقع أن ممكن نقدم 50% من المستويات اللي قدمناها، لكن يبقى الهلال كبير بأبطاله، كبير بجماهيريته، كبير بحضوره القوي في المحافل الدولية. ان شاء الله كل التوفيق للهلال في البطولات القادمه. عايز اسالك كمان عن النادي الاهلي، اكيد تابعت البطوله وتابعت مستوى النادي الاهلي في هذه البطوله والمباريات اللي لعبها النادي الاهلي، رايك ايه؟ النادي الاهلي نادي كبير وعريق ودائما ما يرفع روسنا في المحافل الدوليه. انا مبسوط جدا بالاداء اللي قدموه، مبسوط جدا رغم ان الاهلي شارك يمكن في اربع مباريات، يمكن هو من اكثر الفرق، يمكن وصل مرحلة في 10 أيام تقريبا أو في 12 يوم لعب أربع مباريات تكون مرهقة على المجموعة، لكن الأداء كان مفرح ومبشر بالخير، وأشيد بأداء اليوم أحمد عبد القادر، وإن شاء الله تكون هذه انطلاقة له لأنه اللاعب موهوب، وأفرحني اليوم جرأته على المرمى. صح، وعنده الكثير يقدم ان شاء الله في القادم ان شاء الله. كابتن عبد اللطيف الغنام لاعب نادي الهلال السعودي الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، كل التوفيق ان شاء الله لنادي الهلال في الفترات القادمه، مشاركه جديده باذن الله في كاس العالم للانديه في المستقبل، نفس الامر بالنسبه للنادي الاهلي بكل تاكيد.